ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر بدروف، فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى صغير جدا، انا عارف ان انا اتاخرت بقالي فتره طويله، بس عشان كنت شويه مقفول، شويه كنت نفسيا تعبان. انا على طول نفسيا تعبان. ما علينا، دي مش مشكلتكم، دي مشكلتي انا. ما علينا، النهارده فيديو انا اول مره اتفرجت عليه انا ضحكت وجالي حاجات في دماغي، اللي هو عندي اسئله كتير، فانا هوريكم فيديو. اوكي انا هخش على طول على الفيديو. انا عجبني طريقته، ثواني مكتوب ايه؟ ما عرفت ترد عليه انجليزي، قامت تزغرط. انت واحد مسافر بره، اوكي، اول حاجه بتيجي في دماغك ان الناس عامه الاجانب بيجوا في اللي هيجي في دماغك ان هم واخدين عندنا فكره ان احنا شعب همجي، الشعوب العربيه يعني، ان احنا شعوب همجيه. فانت غصب عنك تلاقي نفسك ان انت بتتصرف تصرفات انت ما بتتصرفهاش في بلدك، اللي هو تحاول ان انت تحافظ على اسلوبك، تحاول يعني ما تعملش مشاكل، تحاول ان انت تبقى شكلك حلو، تحاول ان انت ما ترميش زباله في الشارع، تحاول تعمل حاجات اللي هي يعني تدي لهم فكره ان انت عربي بس متحضر فكريا ككل، متحضر عامه. هو ده اللي عايز اقوله. اوكي دي اول حاجه، تمام. تاني حاجه، هي ما عرفتش ترد عليه بالانجليزي، فده معناه ان هي ما هاش لغه قويه. يعني انت ما عرفتش ترد على حد تتناقش معاه، فانت ما عندكش لغه، فانت ازاي يعني انت ازاي عملتي مشكله وانت معكيش لغه؟ انا دي ده اول سؤال عندي، يعني اللي هو ازاي يعني انت وصلتي للدرجه دي ازاي، اللي هو ومشكله حصلت ازاي؟ لاني انا في ايرور في دماغي، يعني بصراحه انا دلوقتي في ايرور مش فاهم. اوكي دي اول نقطه. تاني نقطه بالنسبه لعيالها، يعني تخيل كده ابنها راح فرح مثلا ورجع لها بالليل ومتضايق، عمال يرزع ويخبط وبتاع، فهي تروح تساله تقول له مالك يا ابني في ايه؟ ولا ماما مفيش، فرح كله قلب نكد. فتساله تقول له ليه؟ لا مفيش، اخت العروسه كانت داخله بتاكل جاتوه، معرفش كانت تقريبا المفروض ان هي تعمل ريجيم حاجه زي كده، مش فاهم. لان مره واحده لقيت اخت العريس راحت زغرتت مره واحده، فاخت العروسه وهي بتاكل راحت سابت الاكل، راحت تفت الجاتوه اللي هي كانت بتاكله وراحت قعدت تزغرت. مره واحده لقيت ام العروسه بتزغرت لام العريس، وام العريس راحت مزغرته لام العروسه، والفرح قلب كله زغاريط. بقى نكد بصراحه، بقى نكد. انا مش عارف الناس دي ما بقتش تعرف تفرح. تخيلي لكم قصه طويله ملهاش اي نهايه، بس هي جت في دماغي كده، اللي هو يعني ابنها، هل ابنها فعلا كده؟ ابنها يعني، بس هو متعود ان امه تتناقش مع ابوه ولا يحصل مشكله ان هو يسمع امه بتزغرط لابوه، اللي هو يعني. ومشكله انا عندي برضو حاجه تانية، انا كنت فاكر لما ابقى في خناقه، يعني هي مشكلة ان انت تزغرط دي في خناقة، يعني انت في خناقة ولا حاجة تروح مزغرط دي حلوة جدا، دي هتحل لك اي مشكلة في خناقة، فأي مشكلة. انا قلت مشكلة كتير على فكرة، انا لو بكرر كلام فانا بكرر عشان انا مش سامع انا بقول ايه. اوكي المشكلة بقى ان ايه، ان انا افتكر يعني من سنة ولا سنتين كنت في فيديو اتفرجت عليه هبحطه لكم برضو، ان هو لو انت داخل مثلا، لو في مثلا انت مشكلة مع حد مثلا اتنين تلاتة وداخلين هيضربوك انت هتتضرب، اوكي، وانت عارف عارف مليون في المية ان انت هتتضرب. اوكي الحل الوحيد ان انت تعمل ايه؟ تروح قلب بنطلون وتطلع تجري ورا الشخص اللي انت بتتخانق معاه. What are you doing? Fighting. You just pull down your trousers, bro. Pull your trousers up and let's fucking go, alright? Okay, ده حل انا كنت اعرف.
لكن حل ان انا زغرت دي بصراحة مش هو احنا شفنا ان فعلا ممكن تفك اي مشكلة فعلا. يعني خلينا نكمل ما علينا, خلينا نتفرج على فيديو تاني لان هو ده فيديو النهاردة. اوكي man, what the fuck? What the fuck? بس هو بيقول لها مام في الأول مام. ما خلاص ما خلاص في ايه في ايه ما اتكلم و... اهو ما افتحش بقه يا عيني, ما افتحش بقه علينا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد, يلا تشوس.